يجد كثير من مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة صعوبة كبيرة في الحصول على سيارة إسعاف توفر لهم شروط النقل الصحي للمستشفيات بالنظر إلى وضعيتهم الصحية الخاصة، الأمر الذي جعل جمعية الجزائر المتحدة الخيرية تبادر إلى إطلاق حملة تبرعات مكنتها من اقتناء سيارة إسعاف بمعايير عالمية دخلت حيز الخدمة مؤخرا. الجزائر المتحدة في شهر سبتمبر أطلقت حملة لجمع تبرعات خاصة باقتناء سيارة للإسعاف، والحمد لله الحملة شهدت رواج كثير، وشاركت فيها الجالية الجزائرية في المهجر في عدة بلدان في العالم، بالإضافة إلى المواطنين والشعب الجزائري، وكللت هذه الحملة بشراء سيارة إسعاف اللي تم اقتنائها منذ حوالي 3 أشهر، يعني وبعد استيفاء كل الشروط القانونية وتجهيزها بما يليق انطلقت في الخدمة منذ تقريب حوالي شهر. سيارة الإسعاف تم تخصيصها بشكل أساسي لنقل مرضى السرطان بشكل أولوي. المبادرة تضمنت تخصيص رقم مباشر للاتصال مع إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتمكين المرضى من التسجيل وحجز مواعيد للنقل، علاوة على توفير خدمة سكانير بالمجان. سيارة الإسعاف اليوم يتم التسجيل عبر رقم هاتف تم تخصيصه فقط لحجز سيارة الإسعاف، وفي نفس الوقت تم إطلاق منصة إلكترونية يتم عبرها تسجيل كل المعلومات الخاصة بالمريض بمكان تواجده والمكان الذي يتنقل إليه لحجز كذلك مواعيد خاصة لهؤلاء المرضى. ومن المنتظر أن يدخل مشروع الوقف دار المتحدة الخاص باستقبال مرضى السرطان حيز الخدمة خلال أشهر قليلة، وهو عبارة عن عقار من 3 طوابق بسعة 24 سريراً. المشاريع الوقفية التي تسهر عليها المؤسسة عبر لجنة الأوقاف داخل المؤسسة، اقتنت المؤسسة كذلك أو استفادت من طرف إحدى المحسنات جزاها الله كل خير من بناية ذات 3 طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، هي بناية غير مكتملة، اليوم تسهر المؤسسة على اكتمال البناء حسب دراسة هندسية تم إعدادها من طرف مهندسين وخبراء في الهندسة المعمارية. هذه البناية راح يتم تخصيصها لاستقبال مرضى السرطان القادمين إلى الجزائر العاصمة. ويبقى العمل الخيري مرتبطا بما يقدمه المحسنين من إعانات تصب مباشرة في خدمة مرضى السرطان.